في الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب لنفوق الكائنات البحرية، ممكن تكون أسباب طبيعية وأسباب بفعل الأنشطة البشرية. جزء من الأنشطة البشرية وأسباب النفوق تكون عن طريق شباك الصيد، وهذا دائما نلاحظها في حالات نفوق السلاحف البحرية أو الدلافين. لكن مثل هذه الحالة في نفوق الحيتان قد تكون أسباب طبيعية أو أسباب اصطدامها بأحد المراكب أو السفن في عرض البحر. ما هو دور اليوم مركز الحياة الفطرية في الجبيل وفي المملكة عموما في مثل هذه مع التعامل مع مثل هذه الكائنات الحية النافقة؟ المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية له دور كبير جدا في رصد الكائنات البحرية والتنوع الأحيائي والنظم البيئية، والدور الأساسي في هذا المجال معرفة التنوع الأحيائي ومدى حساسيته وأهمية إيجاد الحلول للمحافظة عليه. جزء من دور المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية هو رصد النفوق بهدف الاستفادة منها للأغراض العلمية والاستفادة منها لأغراض المعارض ومجالات التوعية البيئية في المستقبل. كما المركز الوطني دور كبير جدا في تعميق الفائدة من المعلومات المحصلة من البيئة البحرية من النظم البيئية والتنوع الأحيائي عامة في البحر الأحمر وخليج العرب. أستاذ خالد، يعني ما دور المجتمع المحلي اليوم برأيك حيال المحافظة على الحياة البحرية عموما؟ حقيقة المجتمع المحلي هو أحد المحاور والعناصر الرئيسية في المحافظة على التنوع الأحيائي، والمركز الوطني للحياة الفطرية يسعى بشكل كبير جدا، وهذه تعتبر أحد عناصر الأساسية للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في تعميق معرفة المجتمع المحلي بأهمية المحافظة على التنوع الأحيائي سواء كان البري أو البحري. وللمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية دور كبير جدا في نشر الوعي البيئي ورفع الثقافة المجتمعية فيما يخص المحافظة على النظم البيئية والتنوع الأحيائي.